لا انت تشتغلي معانا يا ست هبه. يا ست هبه. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. سامع حضرتك، اتفضلي امورينا. منوره منوره الشاشه. الله يخليكي. اسكتي، ده انا كنت بغني دلوقتي اغاني امي القديمه. اتفضلي. انا مش سامعاكي والله للاسف. طب نضرب شويه سحلب. مش تحب سحلب ساده ولا سحلب بندق ولا ساده يعني ولا ايه؟ ولا جبنه السكر عملتها لي. اهم حاجه بس البرن لازم هو. ايه البير؟ سكر مظبوط بقى. سكر مظبوط. سكر مظبوط. حد سكر بره؟ لا 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 خالص. طب نقول مقادير السحلب. انت ليه السحلب؟ احنا عملناه في البيت قبل كده كتير. السحلب هو مقاديره بتحطي كوبايه دقيق رز، كوبايه سكر بودره، نص كوبايه نشا، بتحطي كوبايه كبيره من اللبن البودره، بتحطي سمسم، بتحطي جوز هند، بتخلطيهم على بعض، تحطيهم في برطمان ناشف تستعملي منه طول الشتاء. ده لمقادير السحلب البودره اللي هتعمليها في البيت. اما بقى لما هتيجي تسويه عشان تشربي الشباب الحلو، هتحطي لبن وهتحطي، ما تخليهوش تقيل، اللبن والسكر على حسب مزاجك، وتحطي معلقتين او ثلاثه عشان ما يبقاش تقيل قوي. تمام كده حوده؟ تمام زي الفل. حلو ده. ماشي يا عم، ادي اللبن. انت طبعا بتروح تشرب السحلب ده بقى، بتقعد على كافيه صح؟ اول مره اشربه منك طبعا. اول مره تشرب سحلب منك يعني؟ اكيد اول مره يعني. اكيد اول مره. انت عندك حق، انت وعدتيني بالسحلب ده من قبل الحلقه لما كنا قاعدين بناكل. صح. بس انت بقى للاسف بقى اتشغلنا. لا انت شفت، انت هو سال سؤال غريب، بقول له انت هتشرب سحلب، قال لي اول مره اشرب سحلب منك، ده شيء طبيعي. لا ما هو